عافية ويسلموا كثير شيف منيار على الأكلة اللي بنحبها كلياتنا، لكن ما بعرف إذا الدكتورة سواب الغبرة بتحبها. صباح الخير بداية. صباح النور، أكلتي المفضلة بس بتأذي جدا. بتأذي جدا، رح نحكي عنها ليش بتأذي. مشاهدينا، تعتبر رياضة المشي أقل الرياضات اللي بتتطلب بذل مجهود مشان يحافظ الجسم على حالته الصحية الجيدة، وهي من أفضل أنواع الرياضات لدى الجميع، وصراحة هي الأوفر كمان، لا بتتطلب اشتراك شهري بالنادي الرياضي ولا بتتطلب أي مكملات غذائية أخرى أو حتى أجهزة حديثة. عن رياضة المشي محور فقرتنا مع الدكتورة ثواب الغبرة الاختصاصية بالتغذية. يسعد صباحك مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. نحن اليوم عم نحكي عن واحدة من الرياضات مثل ما ذكر ورد، هي كتير سهلة متوفرة لأي شخص، ممكن أي شخص بأي عمر يقدر يمارسها، حتى إذا كان مضغوط أو عنده شغل كتير فهو ممكن يروح على شغله أو يقضي أموره بالمشي. ولكن خلينا نحكي بداية قديش مهمة رياضة المشي. يعني هلا أول شيء بتوارد لذهن المشاهد إنه شو دخل المشي بالتغذية أساسا؟ لأنه هو المشي عندك أساس قاعدة التغذية التنفسية نحن بدراستنا، كان حنربط صلة وصل. بس الفكرة مو قصت إنه كتغذية وما تغذية، أنا من كتر ما أهمية هذا الموضوع نستخدمه بعياداتنا لوقت بيوقف وزنه للإنسان أي شيء ما بيقدر نقدر ننزله لا بريجيم ولا بدايت ولا برافع استقلاب ولا بخافض استقلاب، بنروح بنلجأ لهذا الحل السريع الذهبي اللي نحن متوفرنا ونحن كثير مستهينين فيه. والنقطة مثل ما قال ورد هي رياضة مجانية، يعني أنا بدل مو ضد فكرة النوادي بالقصص هي، أو مو يفكرون أنه عم نهاجم النوادي والأمور هي، بس شيء متوفر لك بكل سهولة يعني. وسبحان الله أكبر سيارة بالعالم يعني بفخامتها ما بتقدر توصلك لسريرك، عندك هالسيارة الربانية اللي الله خالق لك إياها بتوصلك لأصعب الأراني اللي ممكن أنت تتخيلها، فأنت ليه ما بتستغلها وبتحمد رب العالمين عليها باستعمالها الصح لإلها. فأنا بقول الإنسان عنده حلول رائعة جدا، هو ما دام هي متوفرة لإله بضل بيأجل فيها. فنحن بنقول له مثلا مشي عندك يا يعني عنده ممكن يعمل يبلع حبوب الكرة الأرضية، ممكن يعمل عندك يا يصرف ملايين هي على تسمية 3-4 كيلوغرام يدخل سموم على جسمه، لكن يوم أنا بقول له إنه اطلع امشي بطلع هيك، هلا أنا جاي من آخر الدنيا لأسمع هالجملتين هدول اطلع امشي، كانوا أهل العوام يقولوا لك عندي إياه ماشي الحال. ليش ماشي الحال؟ لأنه الحركة بركة. أي إنسان حرك بتحبيه أساساً أكثر من الإنسان الجامد. المي الراكدة هي مي مستعمرات بكتيرية، المي الماشية هي الأنظف والأعقب وما بتشربي من مي راكدة. فالإنسان وقت تتحرك سبحان الله بيلقي فضلاته وسمومه وهو ما له حاسس. بتشتغل ملايين الخلايا العرقية وانت عم تمشي، بيشتغل عندي أكثر من 42 عضلة بالجسم وانت عم تمشي، بيشتغل عندي العمود الفقري، بيشتغل عندي بيشتغل عامل الذكاء حتى ترتيب الأفكار، بينكب الاكتئاب كب. يعني أنا هذاك اليوم شفت أدوية سامة، يعني الأنتي ديبريشن الميديسن تبعها سمومها لا تعد ولا تحصى تلقى في الكبد. وقت انت بتمشي حتى تصريف الكبد بيصير اسرع. يعني هلا لو بدي اقعد احكي 7 حلقات عن المشي من كثر ما اهميته العاليه انا ما بوفي حقه. فلذلك حتى رب العالمين القران الكريم كل الاول الايات الكريمه يقول سيروا، قل امشوا، يعني امشوا تفرجوا كيف الوضع. هاي السير والمشي هذا شيء سحري من رب العالمين، مش جاي نعمل سبوت عليه لا اكثر ولا اقل. تماما دكتوره، رح نحكي بتفاصيل اكبر عن اهميه رياضه المشي وايضا عن التنفس الصحيح وقديش مفيد للجسم، ولكن بعد ما نطلع لفاصل كثير صغير ونرجع. مشاهدينا فاصل صغير ولا شيء ما تروحوا لبالي. فإذا مشاهدينا ماشيين بحلقتنا لليوم، ورح نحكي أيضا بشكل موسع عن رياضة المشي اللي ما بيختلف أي اثنين عليها اليوم إنه هي مفيدة جدا، بتحرك الجسم كله، مفيدة نفسيا صحيا تنفسيا وكثير من الفوائد. لكن تعريف المشي طبيا وعلميا شو هو؟ كيف منفرق بينه وبين الجري؟ كيف منفرق بينه وبين الركض؟ وأي الأفيد؟ يعني كثير سؤال مهم. ليش؟ لانه كثير بنسال اني افيد عنا هالامور هي؟ نقطة شو تعريفه طبيا؟ المشي له مصطلح واحد ما بيختلفوا عليه، المشي انت وقت بدك تمشي تنتقل من مكان لمكان، حركتك الاوردر تبعك من مركزك العصبي هذا اللي بيخليك تمشي. بس جمالية المشي نحن بدراستنا انه يكون عندك اياه فيه لساعات طويلة ومتوسط السرعة.
بيهمني كثير بالمشي ليرفع استقطاب الجسم انه يكون متوسط السرعه وبمنطقه منبسطه، لا يكون في عندي طلوع ولا يكون في نزول، هون بيصير انسجام هرموني بين العضلات بين الحركات بين الاعضاء. وقت بيصير هذا الهرموني بتبلش الغده الصنوبريه تحس حالها مسيطره على الموضوع، ببلش يرتفع الاستقلاب. فالفكره الاساسيه نحن بنقول نحن اي انسان وقت بيمشي بحركه اراديه، اول شيء الاراده المنطقه الرماديه اللي بتسيطر على الموضوع. اول ما بتحس المنطقه الرماديه انه صار السير على موضوعه وانتهى الامور، كل الامور العضلات، صار الايعاز، صارت الحركه خلص، فبيصير الدماغ لحاله بينقل الاوردر والانسجام هاي الحركه من المنطقه الرماديه للمنطقه البيضاء. فانت بتصير بتنسى، العقل الواعي ما بيقعد بيشغل المشي، بصير العقل اللاواعي بيشغل المشي، وهون بيحدث فن او سحر الاستقلاب. بدل ما صار الانسان خلاص نسي انه عم يمشي وهالامور هي، وما بدي اي حركه مزعجه له، لانه برجع بقول لي اي شيء بيوقف الهرموني تبع هاي المشي بضيع شيء على عمليه الاستقلاب. فاول 5 دقائق 10 دقائق تحمايه، لانه لسه المنطقه الرماديه المتحكمه بهالموضوع. نسيتي انك عم تمشي ومشيتي بالهواء الطلق، هون بقى بلشت عندي فوائد المشي السحريه. لذلك يسالوني انا شو احلى على الجهاز ولا الهي؟ المنطقه تمشي بالعنان عندك اياها وببلاد الله الواسعه افيد بملايين المرات مش بالاف المرات ما تمشي على الجهاز. برجع بقول ما يزعلوا منا اخواننا تبع النوادي الرياضه، بالعكس العمل الجماعي احيانا بيحفز. هلا بيقولوا لنا طب انا عم بستنى نسجل نادي لامشي، قلت له لشوين رجليك يعني بال حتستاجرهم لبين ما توصل على النادي. الفكره الاساسيه المشي ما بده اللي بده يمشي بيمشي فوق تخته فوق سريره، يعني خلص الحركه ما بدها اوردر، ما بدها تسجيلات، وما بدها يعني وين انت عندك يا وين قرارك. المهم نرجع لموضوعنا، شو دخلها بالتغذيه التنفسيه؟ المشي بيعمل عندي تضمئيل عندي التنفس لطبقه اعمق بشوي اعمق بشوي بدون ما يحس الجسم يقوم بجهد. يعني انا بدي اجي اتنفس مثلا نفس واحد عميق بدي اعمل اوردر عندي اياه، اما انت كل ما كانت عندك يا الحركه اللاواعيه هي اللي عم تخلي التنفس هو اللي يشتغل الطبقه الاعمق، هون الافيد، لانه بتصير حركاتي اساسا مئات حركات تنفس بطبقه اعمق، المشي بدرب هاي الرئتين على هالمواضيع هي، فبتصير انت بساعه مشي عندك تنفس كل اليوم عندك يا اعمق بتقريبا بين 5 ل 7%، فما بالك قديش انت عم تفرق بالمشي، ليش لكان المشي هو بيغير عندك يا توتر ضغط الشرياني؟ ليش المشي عندي يا بفك الاكتئاب؟ لانه نسبه الاكسجين ارتفعت لطول النهار مش بس مجرد ساعه المشي. هلا انا بالنسبه لي كمان المشي كثير مريح لمنطقه اسمها الكلاوي. الكلاوي شو عندها فكره؟ الكلاوي طول الوقت بدها تنظف بدها تنظف، بيصير عندها يا استنزافها للمي وعندها يا طرحها لها بشكل منتظم. برجع بقول لك المشي بيعمل هرموني لوظائف الاعضاء، فبيصير عندك شيء رائع بالجسم، يعني بصير حتى طاقته عندك ياها الايجابيه اعلى. الفكره اللي انا بدي احكي فيها هي التغذيه التنفسيه، وقت بيصير عندنا نسبه الاكسجين اعلى بيصير نسبه الذكاء ترتيب الافكار حلك للمشاكل اكثر. يعني اي انسان اصيب بمشكله او لا سمح الله ما عم يلاقي لها حل، يحمل حاله ويمشي حتلاقي انه تواردت الافكار تبعه وركز بشكل عمليه اكثر. حتى انا مع الطلاب اللي هن بيدرسوا او بيحفظوا العمليات الحفظيه وهن على الماشي، لانه سبحان الله صارت هلا الحمد لله شهاداتنا عتبات سمنه، يعني انا بتلاقي انه جابت لي الام طفل يعني ابنها بتقول لي هلا عنده تاسعه عنده بكالوريا، الله يخليكي نحفي لي اياه شيء 5 كيلو، لانه هيئته بالبكالوريا رح يطلع لي 10 كيلو، يعني حتى نفسيا عم ناهل طلابنا انه هي انه بمرحله الشهادات انها تسمن، كانت الشهادات تنحفنا، هلا هالايام الشهادات صارت عم تسمي. طب ليه؟ لانه قعدنا حطينا الكرسي حد البراد ورايحه شوكولا جايه وشيبس راجع وبنتفشش. ليش انت الدراسه هدول؟ انت ما عم تاكل قتله لتتفشش، يعني حتى نحن بنعلم انه الدراسه هي عقوبه للطالب هذا. لك انت رب العالمين كرمك اذا الله بيخليك تدرس، فيعني هذا كنا شيء عم نحكي عنه بالفقره اللي قبل انه نحن يعني هي على قد ما انا قصه مفيده يعني للطالب على قد ما صعبه عليه. مو عقوبه انك تصير طالب بكالوريا يعني ونعمل ستريس، بعدين شو ما الله قدر لك يعني هذا خير لك ما في هالمشاكل. الحمد لله على كل حال. نرجع للمشي تبعنا بقى. تمام. فالفكره كمان تنقيه الدم فيها رائعه جدا بالنسبه لي، الدم بيتنقى جدا بفتره المشي، لانه بصير كمان في هرموني بين التبادل الحيوي الاكسجيني وثاني اكسيد الكربون.
الرئتين بقمه شغلها بعمليه المشي. تمام. طب دكتوره خلينا نحكي عن واحده من الامور اللي كمان عم تشغل بال العالم لحتى يستفيدوا اكثر ما بيقدروا من المشي، انه هو شو الوقت الانسب للشخص يمشي وقديش الفتره الزمنيه، وهل مثل ما حضرتك ذكرتي المفروض يكون الطريق عنا سوي او ممكن يكون في عنا مجهود عضلي نخفف ونقوي لحتى نحصل على فائده اكبر؟ بالضبط، افضل فتره يجودي للمشي هو الانسان وقت يكون قمه انخفاض سكر الدم تبعه. هلا كنا عم نحكي برمضان ان الساعه الذهبيه للمشي وقت بيكون قبل المغرب شي ساعتين. افضل شيء للمشي انك تكوني ماشيه بسكر دم منخفض وعندك لسه ساعه ما تاكلي، فهذا عندك يا المشي اللي هو حارق للشحوم، هذا بينزل الوزن بيرفع الاستقلاب بكف عضلات الجسم من الجسم. بس الفكره الاساسيه انك تمشي، في عندنا مشي عندي على عمليه عند التصريف، وفي مشي لعمليه ليونه العضلات، وفي مشي بناء يعني. هذا كل الفكرات الاساسيه بده ينتبه اخي المشاهد في انواع معينه. برجع بقول اذا انسان حابب ينزل وزنه ويساوي يعمل عندك يا ليونه بعضلاته وتكسين لجسمه من دون ما يزداد الوزن تبعه، بيحاول ينقي الفترات اللي هو سكر الدم تبعه منخفضه. يعني انسان اول ما بفيق سكر الدم منخفض بجسمه، فافضل ساعات المشي ياخذ عندك يا تقريبا شقفه موزه او معلقه عسل ويروح يطلق العنان لشي ساعه مشي او 40 دقيقه. بعدها يحاولها تقريبا ياخذ كاسه مي بعد ال 40 دقيقه المشي مشان يبرد الكربيريتر تبع العضلات تبعه، هالحراق تبع العضله تبعه. والنقطه الثانيه يستنى شي ثلث ساعه لياكل ياخذ فطوره. هذا من افضل انواع المشي في حال فتره غير الصيام. بالصيام نقول قبل المغرب بشي ساعه او ساعتين. النقطة الإنسان اللي حابب يكسم عضلته أو يبني عضلة يعمل بيلدينج تبعه، بعد ما يمشي ساعة المشي عنا إياه فورا ياخذ كوباية عصير جزر مباشرة، فأي شيء تخرب بالعضلات خلال فترة السير فورا بترمم العضلات لخلايا عضلية جديدة قابلة إنها تكون شديدة ما تكون فيها شحم أو هالأمور متماسكة، فبياخذ مثل ما بيقول الجسم جرعة من الخلايا العضلية الفريش اللي ممكن تتقلب معه مع كسم العضلة تبعه. طيب دكتورة، في كثير من الناس بيعانوا من آلام عظمية خاصة بالمفاصل أو بالأقدام أو حتى بالديسك، هدول الناس بيقولوا أنا ما فيني أمشي كثير، ما فيني أطلع درج، ما فيني أنزل درج، كيف ممكن يمارسوا رياضة المشي؟ هي أكبر خطأ بيوقع فيها أخي المشاهد وقت بيقولوا له إنه أنا عندي مشاكل مفاصل أو مشاكل هشاشة أو مشاكل ديسك. حنيجي شغلة شغلة، هلا بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل مفاصل ومشاكل الديسك، هلا هدول لا يسمح لهم مشي متواصل، لكن اياهم ان يبعدوا عن المشي، لانه الانسان اللي ما بيمشي قابليه تكلس مفاصله وهشاشه عظمه 3 أضعاف عن اي انسان عم يمشي. ليه؟ لانه هلا هالمشي بيعمل اهتزازات بسيطه مثل امواج بسيطه تعطى اشارات فيها للعظم حتى تخلي الخليه العظميه تتماسك مع الخليه العظميه اللي اختها. اي شيء انت وقت بتشوف وقت نحن بنسكر سكر او بنبونه بنعمل عليها قرصتين هي، فبتقوم السكره اللي بقلب الورقه بتثبت. اذا انت بدك تقسي عظمك اياك ان ما تحرك العضله تبعك. اكبر خطأ بيوقع اخي المشاهد المريض بالمفاصل والديسك انه ما بيعود بيحرك عندي يا عضلات الظهر. في تمارين كثير منتشره باليوتيوب العضلات الحركات المناسبه لمرضى الديسك والمفاصل، يعني حتى مثلا سيده كبيره السن مفاصلها متكلسه من كثر ما قعدت وريحت المفصل، العضله وقت بتضعف تضرب عندي شيء اسمه كثافة العظم. فالناس اللي ما بتمشي على المقل يحركها بوزن عندك يا مو يكون وزنك عليها. هلا انت حركت لو خطوات، بده يعرف مريض الديسك انه على المقل بده يتحرك خطوات بسيطة ويريح. لذلك المشي المتقطع بنقول بيفيد جدا مرضى المفاصل ومرضى الديسك. نجي لعندي اياها مرضى الهشاشة، اياهم ان يغادروا المشي، لانه المشي ثبت علميا انه هو اللي بيحارب هشاشة العظم. يعني مريض هشاشة بيجي بلاقي ما بيمشي، هذا مريض رح يتطور من حالة هشاشة نوع ثاني لثالث لرابع لمدرج عندي اياه ليصير عظمه مثل البسكوتة. فالفكرة الأساسية أول علاج لمريض الهشاشة هو المشي، والمشي اللي بيحدد له يا طبيبه. يعني الفكرة الأساسية أنا برجع بقول يستحيل مريض ينشفى من الهشاشة وهو قاعد لي على الكرسي، فهذا أكثر نقطة بدنا ننبه عليها حتى يشوفوا قديش الناس يعني مفكرين إنه الحركة هي رائعة جدا. برجع بقول بتماسك العظم. والنقطة الثانية في شيء نحن بنعرف إنه اسمه لأي مفصل في له فضلات، عملية حركة المفصل لحالها مثل مساحات السيارة، يعني بتروح الأملاح من على المفصل خاصة للناس اللي عندها مشاكل التهاب روماتيزم وروماتايدد. فالفكرة الأساسية الإنسان اللي عنده التهاب وما بيحرك مفصله
هو عندك يا بعد فتره معينه حيلاقي المفصل تاكل من الاملاح اللي وراء هالموضوع. تمام. فهي اهم شيء مثل ما حضرتك عم تحكي انه ممكن رياضه المشي اصلا تقينا من كثير امراض نحن بغنى عنها، واهمها مثل ما حضرتك ذكرتي هشاشه العظام. ممكن يكون في امراض اخرى اذا مارسنا رياضه المشي نحد من انتشار او الاصابه فيها؟ طبعا هي الاول من اكثر الامراض اللي ممكن اني انا اعالج فيها بالمشي هي مرضى الضغط والسكري. هلا التحريك تقريبا حوالي فوق 48 عضله، وتحريك عندي الهيكل العظمي وهالامور هي يمنع سكر الدم من الارتفاع، يمنع توتر الضغط الشرياني من الارتفاع. تمام. والمفاجاه انك ممكن تسمعي انه المشي بيعالج مرضى الدوالي، قديش الوقفه بتعمل مشكله، الوقوف هو المشكله الكبيره، يعني الناس اللي عندها مهنتها كلها وقوف هي المشكله، ناس المدرسين اللي عندهم وقفات طويله وهالامور، حتى المدرسين اللي بيقعدوا على القاعد انا بفضل كل 10 دقائق يشيكوا على حالهم، او مثلا عندي مثلا طفله بسن البلوغ وهالامور هي وعم تدرس الله قاعده على نفس المكان اكثر من ساعه، تنبهها اما انه ماما اطلعي جيبي شي شغله، هلا الشغله ما حتنحفها ولا حتنقصها من وركها، لكن حتمنع الزياده بالورك، يعني انا ما بعرف انا كيف بدي اقول اي انسان بيقعد اكثر من 10 دقائق على منطقه الجلوس خاصه تبعات موظفين البنك، موظفين اللي قفل الكمبيوترات، ما غلط اني انا ارفع عندي يا ارفع حرك جسمي قوم واقعد، ما بتاخذ مني ولا ربع ثانيه، واكيد ما راح يخصموا لهم شيء من اذا حركوا شوي، حتى الاخواننا تبعات السوبرفايزر المسؤولين عن الهيومن مذيعين الهواء انتبهوا لهالموضوع حيحركوكم باشياء. نحن عم نروح ونجي عند الشيخ ليكن عاملين بنروح بناكل وبنرجع عاملين استراد بين تمام. فالحركه بركه، برجع بقول انا ما بتخيل قد ما احلى الكلمه هي، وبرجع الانسان بقول سبحان الله انت بتحبي للانسان الحرك، يعني اما اللي قاعد بقرنته وما عم يغير شيء هذا هو المشكله الكبيره. اكيد بدي اتشكرك كثير لنصائحك وعلى معلوماتك اللي شرحتي لنا اياها عن رياضه المشي، وبنتمنى الجميع يقدر يمارس هي الرياضه خاصه بالشوارع اللي يمكن لازم تكون مهيئه اكثر لممارسه هاي الرياضه. شكرا كثير لوجودك معنا الدكتوره ثواب الغبره اختصاصيه بالتغذيه. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره ويسعد صباحك. مشاهدينا هلا رح نرجع لعند الشيف منيار لحتى نشوف شو صار بطبخه الشيش براك. شيف خبرنا بالخطوات الثانيه شو دي بهذا الوقت.